سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة طبيعة قلمي لا يفتح. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق قلمي، سوف يظهرنا على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق قلمي، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم قلمي. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا